تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز مملكة البحرين بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.